لو الحكاية فيها إن فيبو. نحن دلوقتي وضع صيانة مستمرة للمقرات على ثلاثة: منع إقامة مناطق سكنية أو عمرانية داخل المقرات. الخطة في الدولة في الفترة القادمة إن شاء الله بالنسبة للسيول، لأن كما ذكر على وزير الري قال إن الفيضانات تيجي على فترات متباعة. النهارده طبعا اللقاء النهارده او المؤتمر النهارده ايه خطه الدوله في خلال فتره قادمه، لان اغلب الناس مش عارف ايه خطه الدوله، وبالذات ال 10 محافظات اللي هي بتاع عليهم هذه مشكله السيول. مشكله السيول يمكن كلها واخده منطقه الصعيد ومنطقه البحر الاحمر والسنة الجنوبيه والسنة الشماليه، هم دول المناطق الوحيده اللي في مصر اللي بتاع عليها بالنسبه تتاثر بالسيول بشده في مصر.